ان شاء الله اليوم وصلنا اليوم الاخير اللي هو اليوم العاشر من دورتنا اللي هي اعدادات اللي تخص امتحان النيبوش. واحب نهايه الدوره اشكر تعاونكم واشكر وجودكم خلال هاي العشر ايام وتفاعلكم حقيقي حقيقه البناء ولتطوير مزايا وتطوير امور الكورس وتطوير مهاراتكم الفرديه. وبالاختتام انا حقيقه اقدم ايضا شكري لمركز دلما لتعاوننا واحنا جميعا وصلنا بهذا العشر ايام الى ضفه الامان. وان شاء الله الفتره اللي فاتت اللي كانت عباره عن اسبوعين اللي اخذنا بها الاي جي سي 1 والاي جي سي 2 كانت وافيه وقدرت اوصل المعلومه اللي منتجات يعني وصار عندنا معرفه بالريكوايرمنت والمتطلبات الخاصه بالسيفتي والمتطلبات الخاصه باجتياز امتحان الانترناشونال جنرال سيرتيفيكيت بشقيه اللي هو السيناريو والريتن اسسمنت. وان شاء الله بالاختتام ايضا راح نوزع شهادات اللي هي شهاده اجتياز هذه الدوره كبريبريشنز. وقبل ما اوزع هذه الشهادات اذا احد من عندكم حاب يتفضل يلقي يعني فد كلمه في موضوع معين مشكور. العفو استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. بالبدايه اود ان اشكر مركز تدريب الدلما بصوره عامه من الاداره العليا الى مرورا بالاستاذ فارس والاستاذ حيدر المدرب الى الكاترين كله على اولا حسن الضيافه وعلى حسن الواقع التدريب اليوم. وهاي ان شاء الله نقول فاتحه خير. احنا من يعني اثناء كوفيد 19 وقف كل التدريب والنشاطات، هذا اول تدريب الفريق السلامه بعد الجائحه. ان شاء الله هي فاتحه خير لها لنا ولزملائنا بالجروبات اللي جايه. والشكر موصول لكل الاخوان اللي حضروا ويانا هنا من قسمنا على الالتزام والى كادر الدلمة كلهم. وشكرنا الجزيل للاستاذ حيدر على الاسبوعين اللي قضاهم اللي قال على نفسه يعني كل جهد بذل كل ما يعني يستطيع على مود يوصل لنا الماده. وان شاء الله الخير للوجبات الجايه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. بس اخواننا عفوا بدل احنا في توزيع الشهايد ويعني مبروك لكل واحد ان شاء الله اجتاز هذه الدوره. وان شاء الله نطمح لاجتياز نيبوش بصوره كامله وموفقين ان شاء الله للجميع ونسمع الاخبار الطيبه. فنتفضل يتفضل استاذ حيدر يعني بدل زحمه مبروك عليك. شكرا استاذ الله يسلمك. مبروك. شكرا استاذ. بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله تشتغلون باعلى الدرجه. تفضل استاذ يتابعني. شكرا جزيلا. استاذ عادل. بتفوق دوما ونشوفكم بدورات ان شاء الله اكثر تخصصيه بكل مجالات العمل مو بس بالسيفتي. وان شاء الله موفقين. شكرا.
شكرا جزيلا. شكرا سعد.